إذا كنت محباً للمنتخب الجزائري لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وزر الإعجاب بالفيديو حتى يصلك كل جديد. لن تصدق رسالة كارلوس كيروش للاعبي المنتخب المصري والجماهير المصرية. شباب منتخب مصر، الحرب، الحرب مستمرة من خلف الكواليس مع كل معاليها الباهظة والقرارات الغير عادلة ضد فريقنا. نحن نواجه فقط ألعاب ذهنية صغيرة ينتهجها قاصرون يحاولون بها تشتيت تركيزنا. الحقيقة هي أنهم يستطيعون فقط رفع ثقتنا وإشعال حماسنا لأداء أفضل، ويستطيعون فقط أن يؤثروا على فريقنا بمزيد من الحماس والقوة لانتفاضتنا وأداء مهمتنا. الفائزون يأخذون كل شيء، وسوف نتوقف فقط عن الصراع ونستريح بعد نهاية اللقاء. الفائزون يأخذون كل شيء، ولن نترك شيئا للآخرين. كارلوس كيروش.